نعم، المعرض تاريخ العلوم هو ثالث نسخة ينظم هذه السنة بمدينة وجدة، والتي تزان بهذا العرف الثقافي والعلمي، والذي يعبر عن الحضارة العربية والحضارة الغربية، لأن النسخ السابقة كان التركيز على أو النسختين السابقتين كان التركيز فقط على الحضارة العربية والإسلامية. الآن انفتحنا عن الحضارة الغربية بحكم أن هناك تلاقح بين الضفتين، الحضارة المشرقية والحضارة الغربية. إذن كما ستشاهدون في هذا العرس، أن مجموعة تلة من الأعضاء داخل مؤسسة وعي سيجسدون علماء مثلوا التراث العلمي العربي والتراث العلمي الغربي. ستشاهدون مثلا ماريا كوري، ستشاهدون أنطوان لافوازي، أرسطو، بن رشد، كل هؤلاء إذن نهلوا من هنا وهناك، وبالتالي فهذا يعكس مدى هذه المثقفة وهذا التلاقح بين الحضارتين، الحضارة الغربية والحضارة العربية الإسلامية. بونجورنو، ميو كامو ماريا غايتانا، اسمي بالعربية ماريا غايتانا، عالمة رياضيات أوروبية إيطالية الأصل، ولدت بميلان سنة 1718. تتلمذت على يد والدي، تعلمت اللغات كلها في سن صغير، أي أنني تعلمت اللاتينية واليونانية قبل سن 9، واللغات الإسبانية، الفرنسية، الألمانية، العبرية إلى سن 13. مرحبا بكم اليوم في مؤسسة وعي اللي منظمة ملتقى التراث العلمي بعنوان التاريخ والعلوم. هذا الملتقى هذا شهد عدة دورات تكوينية وورشات، ومن بينها بأن هذا الملتقى الهدف ديالو يعرف على العلماء وأهمية العلم في العصور القادمة. يعني كان اشتغل عليه شهر ونص، كان مدة طويلة، وكان طاقم المعيد لهذا الملتقى كان خدم يعني بكل جهده باش ينجح هذه الدورة الثالثة من ملتقى التراث العلمي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.